مرحبا بكم مستمعين دائما على راديو 36. ضيوف اللي معنا اليوم السي سعيد عويطة والاب ديالو السي احمد عويطة. السي عويطة تعيطنا لكم اليوم باش نعرفوا شنو المشكل اللي واقع بيناتكم. اولا شكرا لكم لانكم استدعيتونا للراديو. المشكل هو الناس عينهم في العائله ديال عويطة بغاو يشتوا ليها الشمل، والسبب واحد السيد كنت سبقته في الثمانينات ومرضاش وبقى حاقد عليا. وانت سي احمد شنو المشكل؟ هاد الناس راه ناويين غير يجمعوا الشمل، وإلا كان شي تشتات راه ولدي ومرتو هما اللي دايرينو. انا راه كل شهر كنصيفط ليه 50,000 درهم. انا راه ما كافيانيش، والناس كلهم عارفيني كنشرب، ايه كنشرب الدواء ديال المعدة. الله يشافيك. وانت سي سعيد شنو كتقول في هذا الشيء؟ انا هذاك الوالد ديالي، والناس كلهم عارفيني مرضي الوالدين، وسول عليا الناس من رئيس المجلس البلدي حتى الغارديان، كل شيء عارف السمعه ديال سعيد عويطة. انا هو الغارديان وانت هو السبب باش وليت غارديان ديال الباركينغ. اسيدي هذا ولدي في الاول كان كيجري في السباق، ملي تزوج ولا يجري على الطرف ديال الخبز وغير دار لاباس وجرى عليا. سي سعيد عويطة هادشي بصح؟ راه لا يعقل، راه ما كاينش شي واحد كيجري على باه. كاين، هو انت. معنا مكالمه على الاثير من سي هشام القروج العداء ديالنا، بغى يقول لكم شي حاجه. تفضل سي القروج. الو سي سعيد، معك هشام القروج، صافا؟ الحمد لله سي هشام، انت لاباس؟ لاباس الحمد لله. شوف هادي راه غير ضاربه النجاح، وانا براسي ملي ما لقاو منين يشدوني داك العام اتهموا ولد عمي بانه شرى الشكلاط من فلوس الدوله. ولد عمي داك الوقت كان دار راه الدرسه، وهذا دليل على انه ما يمكنش ياخذ الشكلاط في ديك اللحظه، ودليل على ان الناس حاسديننا على الثروات ديالنا اللي عرقنا عليهم وصبحنا اثرياء. المهم راهم قاطعين ليا الابونمو ومعبئ غير 5 ديال الدراهم. تهلا في راسك اخاي عويطة، وما تديرش في بالك وسلم على الوالد. تحية لسي القروج. دابا سي احمد شنو كطلب من ولدك؟ كنطلب منه يطلب مني السماحة ويتهلا فيا، وانا راه مسامحو. ايوا اسمح لي يا الوالد، ولكن وعدني ما تعاودش تخرج في شي تصريح، والماندا ديالك راها كاينه. ما نزيدش نخرج الا عطاوني الصحافه اكثر من الماندا ديالك. وصافي يا سي احمد المسامح كريم. ومعنا مكالمه اخرى من العداء لالا نوال المتوكل. لالا نوال تفضلي. سي عويطة تحيه ليك والوالد ديالك ولكل مستمعي راديو 36. اللي بغيت نوضح هو ان سي عويطة الله يعمرها دار، وكنا كنعرفوه رياضيا، كان كيضرب دوره على المتسابقين، ولكن مع كامل الاسف الوالد ديالو ضرب عليه دوره في اليوتيوب، ولكن كيف قال السي القروج ضريبه الشهره هي هذه. سي احمد شي كلمه اخيره لجمهور راديو 36، شنو تبغي تقول لهم؟ واه سيدي، ملي ولات الماندا اللي بغيت نقول لهم هو يسمحوا لي، ومن اليوم ما بقيت نخرج في الصحافه، وهذا راه ولدي وانا راه راضي عليه، وانا هادشي ديال التغارديانيت راه درته غير هوايه، اما ولدي راه مهلي فيا، واخا سبق لي قلت ضربني راه غير على مصلحتي. بو احمد شكرا لك بزاف. والسي سعيد عويطة شي كلمه اخيره للمستمعين راديو 36. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللي بغيت نقول شكرا راديو 36 ولكل المستمعين، ومع كامل الأسف مع كامل الأسف كنت كنتسابق مع العداء الكبار في الدومي فوند، ودابا وليت كنتسابق مع إكشوان إكنوان في التوندونس.